كابتن هاني، زي ما قلنا قبل كده مش اي فريق يصل للدور قبل النهائي في بطولة عالمية زي دي ويلاعب ابطال اوروبا زي النادي الاهلي. صحيح، واحنا واخدينها ليلة تاريخية ومباراة تاريخية، مفيش شك. حضرتك لعبت فترة كبيرة جدا وشرفتنا تمثيل مشرف جدا في المانيا. احنا شايفينها مباراة تاريخية ويوم تاريخي لنا. بايرن ميونخ والالمان شايفينها ازاي؟ طبعا خلينا نتكلم، بايرن ميونخ والالمان شايفينها من خلال بعض التصريحات بالنسبه لفليك المدير الفني للبايرن، وكمان كيميتش النهارده كان في المؤتمر الصحفي. من خلال تصريحاتهم ممكن نشوف البايرن شايفها ازاي، ومن خلال كده كمان الجماهير البايرن اكيد يعني هو في احترام طبعا للنادي الاهلي من المدرب ومن اللعيبه، في احترام كامل للنادي الاهلي، تابعوا النادي الاهلي لو مش من بعيد لكن من قريب، يعني تابعوا النادي الاهلي بشكل طبيعي على المستوى الطموحات. اكيد هم عايزين يحققوا السداسيه، يعني النهارده فليك هو بيتكلم احنا الموسم اللي فات هو الموسم الاعظم يمكن في تاريخ البايرن، عايز كمان يكرر انجاز برشلونه في 2006 انه حصل على جميع البطولات. فبالنسبه لهم وبالنسبه للالمان اللي انا عشت معاهم، لا يعني في مش جايين يهزروا، يعني ما فيش دلع في الكلام دوت. بالنسبة لهم مباراة كبيرة جدا، مباراة مهمة جدا على مستوى، خلي بالك هم بيفكروا كمان فلوس طبعا، وبيفكروا ايمج النادي بتاعهم. مزبوط. فبتتكلم على طموحات، عندهم طموح السداسية، ده طموح عندهم طموح اكيد ان هم يعني يقرروا ما حققوا برشلونة، وكمان على مستوى كمان البرستيج وعلى مستوى الفلوس، كل دوت بيدي دوافع غير الدوافع الطبيعيه للشعب الالماني. الشعب الالماني صحيح. دايما يمكن ما بيهزرش في المواقف الجد يعني. مزبوط. لكن هرجع للنقطه الثانيه، مكاسب النادي الاهلي حتى قبل المباراه واحنا بنتكلم فيها مكاسب كبيره جدا. ان شاء الله المكاسب دي تزيد من الاطار الفني ان شاء الله باداء اللعيبه، لكن خلينا نقول ان وجودنا احنا هنا في الاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي واحنا بنحلل او بنشوف مباراه النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل بيلعب ضد البايرن، فاعتقادي ده شيء يدعو للفخر، شيء يدعو للفخر كمان كابتن ايمن. كل الناس، كل مصر دلوقتي بتتفرج على المباراه بغض النظر عن الانتماءات، كل الناس بتدعي للنادي الاهلي لان هو ممثل مصر والقاره الافريقيه. مباراه يمكن على المستوى التاريخي اول مباراه رسميه النادي الاهلي بيلعب بطل اوروبا، يمكن في النسخ السابقه لكاس العالم للانديه حتى الوصول للدور قبل النهائي كان امام فريق من امريكا الجنوبيه. فخلينا نتكلم ان واخد من كلام حضرتك ان ليه لا ان شاء الله نعمل المفاجاه، لان في اعتقادي هتبقى مفاجاه. نتكلم بكل امانه، لو النادي الاهلي النهارده فاز اكيد هتبقى مفاجاه، فارق الامكانيات وفارق الفنيه داخل الملعب، لكن كل دوت ويمكن يعني باستثناء الكابتن شريف احنا لعبنا كاس العالم والكابتن شريف لعب امام البايرن، واعتقد ديت وانت لعبت قدام البايرن كتير، يعني الحمد لله اول بطوله ليا كانت مع فيردا بريمن بطوله السوبر الالماني، كنا بنلعب البايرن كان هو بطل الدوري وبريمن بطل الكاس وكسبنا 3-1. دي كانت اول مباراه ليك ضدهم. اول مباراه في المانيا، يعني كنت ألمانيا. جاي يعني كنت جاي من نيوشاتل، فاقدر انقل لك احساس اللعيبه وانت بتلعب قدام البايرن. احساس فيه جزئين، جزء اكيد فيه خوف ورهبه، والجزء دوت تتفق معايا انه بعد 5 دقايق الموضوع ده بيتنسي، يعني خلاص ما بتفكرش في الاسماء، انت بتفكر بوزيشن، بتفكر لعيب بغض النظر عن الفرقه اللي بتلعبها. ان شاء الله ده خلال 4-5 دقايق الرهبه ديت تروح من لعيبه النادي الاهلي. على المستوى الطموحات، ان انا كنت يعني كان طموحاتي ان انا عايز اقدم مباراه كويسه، اي اول مباراه ليا في المانيا في مباراه بطوله مش مباراه ماتش عادي، يعني كان في بطوله السوبر. انا حسيت يعني من خلال المباراه نفسها ان لا الفروقات مش بعيده، يعني انت لما بتجاري الناس ديت، يعني احنا لعبنا قدام منتخب هولندا في كاس العالم، بتحس ساعات في المباراه لا انك قريب مش بعيد. 90 دقيقه ليها ظروفها وليها حاجات، لكن انا بتكلم قبل المباراه ان وجود النادي الاهلي في مباراه زي دي تاريخ كبير جدا وشرف كبير جدا، ان وارد ان احنا نعمل مفاجآت. وارد، يعني ما فيش شك كل شيء وارد في كرة القدم. النتيجة الطبيعية على الورق زي ما بنتكلم البايرن يكسب بكل امان، لكن نتكلم على كرة قدم معطياتها داخل الملعب، لا كل شيء وارد. نتمنى التوفيق للاعبتنا ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله نعمل نتيجة كويسة. ونقطة مهمة جدا،
احنا واحنا قاعدين في الاستوديو مستنيين المباراه عشان نستمتع. كمان اللعيبه تستمتع بالاجواء، تستمتع بالملعب، تستمتع بان هم بيلعبوا امام بطل اوروبا. مفيش ضغوط زي ما الكابتن علاء قال، مفيش ضغوط عليك، طلع كل حاجه عندك بدون خوف وبدون قلق. اعتقد ده هيكون ليه ان شاء الله مردود على المستوى الفني باذن الله رب العالمين.